رفعت الراية البيضاء وانطلقت الآن الجهاد في شوطها الثاني على جائزة الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. هذا الشوط خصص لجهاد وأفراس المستورد عمره 3 سنوات فأكثر، الجهاد التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات، وهذا الشوط على مسافة 2000 متر، قيمة الجائزة 44,000 ريال، وبمشاركة كل من المريدي، سديد، سياوكس ريفر، دجران، مطلب شواف، ورمز الوطن. والصدارة للجواد المريدي الآن في المركز الأول، المركز الثاني لمطلب، الثالث لسديد، والرابع لدجران. الآن الصدارة كما تشاهدون المريدي متصدر في المركز الأول، الثاني مطلب وسديد في المركز الثالث، المركز الرابع للجواد دجران، ومحاولات أيضا من سياوكس ريفر بالإضافة إلى رمز الوطن أحد الأسماء المرشحة من الخارج. الصدارة الآن للجواد المريدي كما تتابعون مشاهدينا الكرام، ومن الخارج الجواد مطلب سديد، وأيضا محاولة دجران بالإضافة إلى رمز الوطن سياوكس ريفر وأيضا لشواف. والصدارة للجواد المريدي ما شاء الله في هذه الأثناء، مطلب في المركز الثاني، ومحاولات أيضا من قبل الجواد. الآن شاهد خيال شواف يستحث بالإضافة إلى رمز الوطن من الخارج، أحد الأسماء المرشحة. الآن المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، والصدارة للجواد المريدي، المريدي المرشح الأول لكسب هذا الشوط، متصدر بقيادة الخيال الرويدر المريدي ما شاء الله في المركز الأول، رمز الوطن في المركز الثاني، شواف المركز الثالث، مطلب المركز الرابع، ودجران الخامس. والصدارة للجواد المريدي ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وفارق بينه وبين بقية الجياد في المستوى وفي الأطوال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يصل إلى خط النهاية معلنا فوزه بالمركز الأول في الشوط الثاني.